بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أحبتنا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة تجمعنا بكم من برنامج نبض الخليج، الذي واكب ويواكب بطولة كأس الخليج في نسختها 22 هنا في مدينة الرياض، والتي بدأت تطوي آخر صفحاتها وتكتب آخر كلماتها بالتأكيد في هذين اليومين، ونحن بانتظار أن نبدأ بداية النهاية عبر مباراة منتخبنا الوطني ومنتخب الإمارات على المركز الثالث، واللذان يلتقيان طبعا اليوم بكل تأكيد في بداية الدور النهائي الذي يختتم غدا بلقاء السعودية وقطر على لقب هذه النسخة. نحن معكم في نبض الخليج، واصلنا المشوار منذ البداية ومستمرون حتى النهاية بإذن الله، وأرحب بكم على مدى الساعتين القادمتين، كما أرحب بالزميل محمود بن سهيل تبوك المتواجد في فندق الماريوت. مساء الخير محمود. مساء النور حسين. وهكذا هي صفحات خليجي 22 طبعا قاربت على النهاية، اليوم الثالث والرابع وغدا المباراة النهائية. كل التوفيق لكل المنتخبات أكيد، ومنتخبنا الوطني على أمل أن يحصل إن شاء الله على المركز الثالث ويسجل الرقم في خليجي 22 بعد أن غاب عن المراكز بالذات في خليجي 21 و20، وبعد البطولة اللي كانت في خليجي 19 كانت هي الفرحة، وكنا نتمنى أن تكون فرحة من هنا من الرياض، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. هكذا قدم المنتخب مبارياته كانت جدا جميلة، ولكن كبوة جواد أمام المنتخب القطر على أمل إن شاء الله أن يقدم المستويات القادمة إن شاء الله في المواعيد القادمة، وتبدأ هذه المواعيد من مساء اليوم إن شاء الله. إن شاء الله أكيد محمود سنتواصل معك في قادم الوقت ومع ضيوفك هناك في فندق الماريوت، وبالتأكيد الحديث عن المباراة النهائية يغطي كثيرا على المباراة الترتيبية بين منتخبنا الوطني وشقيقه منتخب الإمارات، ولكن سنتحدث عن تفاصيل كثيرة أيضا عن هذه المباراة بالتأكيد التي سيدخلها الفريقان اليوم، بعد أن كان طموح الأبيض والأحمر بكل تأكيد هو الوصول إلى المباراة النهائية، لكن في النهاية سيكون هناك فائز واحد بالكأس، و بعد ذلك سيكون المركز الثاني إما للعنابي أو للأخضر، ونحن سنلعب مع الشقيق الإماراتي على المركز الثالث. عموما أرحب كذلك في الأسطوري معي بالزميل الأستاذ أسامة النعيمة، حياك الله. أنا حقيقة أسعد وأتشرف أن يكون اليوم ضيف عليكم في برنامج نبض الخليج على القناة السلطنة، وحقيقة هذا التشرف أن يكون حقيقة الأول مرة أنا يكون لي الخروج في احد القنوات السلطنه، وحقيقه انا ان شاء الله ما تكون الاخيره ان شاء الله، وهذا حقيقه اتمنى وان شاء الله، وهذا شرف لي حقيقه انه يعني من القنوات اللي اعتز فيها ومن القنوات اللي حقيقه دائما ما نحرص على المتابعه لها من خلال التغطيات الاعلاميه، من خلال ايضا المتابعه سواء عن طريق الدوري العماني او عن طريق البطولات سواء على المستوى الخليجي او القاري او العالمي. حقيقه انا اتشرف، واحنا حقيقه يعني نرحب فيكم في بلدكم، نقول بلدكم الاول السعوديه، ما في شك، ونتمنى ان شاء الله انكم ما قصرنا معكم في اي جانب، بالذات الجوانب الاعلاميه ان شاء الله نكون وفينا معكم. ما عليك قصور اخ اسامه، اكيد يعني نحن ما حسينا الا واحنا في بلدنا، انا اعتقد هذا شيء مش غريب على شعب السعوديه الكريم، واحنا نقدم ايضا تحيه حتى لكل زملائنا في وسائل الاعلام المختلفه وخاصه في المملكه على تعاونهم الكبير الذي لمسناه، وإن شاء الله هذا التعاون أكيد دائما مستمر بإذن الله بين الأخوة. وهذه ميزة أخوي حسين أنه مثل هالتجمعات الخليجية، مثل يعني بالذات بطولة الخليج، احنا نقول تجمعات، يمكن تجمعات خليجية في بطولات ثانية ما تكون مثل كأس الخليج. صحيح. كأس الخليج له يعني الأرث والصبغة اللي تختلف عن كل البطولات، في تجمعات خليجية للبطولات مثل على مستوى الفئات السنية، على مستوى الأولمبي، ولكن كأس الخليج نكهته ومتابعته بشيء يعني أجواء الخاصة مختلف كليا عن أي بطولة. يعني أنا يعني أكثر الزملاء حقيقة الإعلامية على مستوى الخليج دائما يقول لا نسمي كأس الخليج كأس الخليج، نسميه كأس العالم
اللي خاص بالخليج يعني يقول المصغره بالنسبه للخليجيين بالنسبه للخليجيين اللي يقول ان شاء الله يعني تجمعنا و44 سنه هو عمر هالبطوله يقول دائما نشعر انها لازم نشوفها كل سنتين في كل دوره السنه فيها من التجمع فيها من التقاء الشيء الكثير ان شاء الله اكيد يعني اخوي اسامه احنا بنتحدث عن كثير من التفاصيل حول هذه البطوله ونحن صحيح في الايام النهائيه لكن ايضا سنلقي الضوء على اهميه هذه البطوله والحديث عنها وان شاء الله تدوم المحبه بين الاشقاء في دول المجلس وكذلك العراق واليمن وان شاء الله يدوم التآخي والترابط دائما والهدف وهدف سامي وكبير رسمه القائمون على هذه البطوله وقاده دول المجلس التعاون وكذلك العراق واليمن للوصول الى مظله تجمع أبناء الخليج بين فترة وأخرى في ظل التنافس الشريف بعد الفاصل نعود لنبدأ نبض الخليج أنا أحب قطر وهالقطر الحب في دم من الصغر دايم على مر العمر خليجنا واحد وأنا بحريني قلبي في عمان أخوان احنا من زمان لها وسط قلبي مكان وانا شقول انا عن مملكة انا كل شي في قلبي تملكة وانا هذا السعودي عشقا انا بغدادي قلبي من فتن انا اهلا هلا باهل اليمن انا غلاك مبروح سكن ساكن غلاهم مهجتي وانا مثل حلاها ما لقيت الله يا محلى الكويت لك فيها بيت في كل بيت أجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام من مدينة الرياض هذه المدينة الجميلة التي احتضنت أبناء الخليج على مدى الأيام الماضية ونحن نصل إلى الرمق الأخير من خليج 22 لنستعد بعد ذلك إلى نسخة جديدة بإذن الله تجمع الأشقاء على بساط التنافس الأخوي الشريف رحب بزميل أسامة النعيمة من جديد ويعني أسامة أعتقد إحنا تكلمنا عن الأجواء يمكن في البطولات الخليجية الأجواء الاستثنائية الحالة الحميمية من التآلف والتآخي بين أبناء الخليج وأنا أعتقد أيضا بطولة الرياض في النسخة 22 شهدت الكثير من التقارب بعد أن ربما شاهدنا بعض الإثارة الإعلامية التي غطت بدورها على البطولة بشكل عام وتسربت بعد ذلك إلى المدرجات في بعض الأحيان لكن على ما يبدو بأن الأمور في هذه البطولة سارت بالشكل السليم هو اللي يعني أنا يعني أصنف بطولة الرياض أنها بطولة مختلفة عن البطولات كلها لسبب أنه شهدت يعني أحداث كثيرة لا على المستوى الرياضي ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى السياسي ولا على المستوى الثقافي يعني شهدنا مناشط كثيرة في
بطولة الرياض. بدأت في اجتماعات قمة على مستوى يعني قادتنا وتصالح قادتنا، هذه جزئية مهمة. أيضا انتقلت بعد ذلك للمجالات الثقافية من خلال فعاليات اللي قيمت في مدينة الرياض، من خلال المنتديات، من خلال المحاضرات، من خلال المؤتمرات اللي عقدت، كلها كانت تصب في صالح المتابع. أضف على ذلك والشيء المهم حقيقة والشيء اللي ملفت للنظر، من البطولة هذه شهدت عدد يعني إعلامي كبير كبير جدا جدا، وصل إلى 2200، وهذا رقم يعني أنا أتصور أنه لم تحقق أي دورة سابقة في بطولة كأس الخليج، وهذا يحسب أيضا لبطولة الرياض. وأنا أتوقع أنه الرقم هذا سيكون يعني ابتداء يعني سيبدأ من الآن أن نشاهد أرقام كبيرة في البطولات المقبلة. يعني كل هالزخم اللي صاير من المتابعة الإعلامية ما كان سبب مجرد أنها بطولة، لكن الفعاليات اللي صاحبتها البطولة جعلت المتابع في الإعلام سواء القناة الفضائية سواء جريدة سواء إذاعة يحرص على المتابعة والتغطية وبث يعني رسالة يومية إلى المشاهد أو القارئ أو المستمع لينقل الحدث كأنه موجود فيه الشخص. أضف إلى ذلك أنه الفعاليات التي تمت أيضا لم تقتصر على فعالية اللي تقدمها المملكة فقط، ولكن تواصلت إلى فعاليات أكبر. يعني الأشقاء في قطر يعرضون نموذج الملعب المونديالي الجديد، يعني وهو الملعب الثالث اللي توج يعني أو تكشف عن شقيقة قطر من خلال مدينة الرياض. تأكيدات السيد بلاتر أنه قطر بشكل نهائي كان في أثناء تواجده في الرياض أثناء تواجده. إذن كل هالأشياء، إذن حفلة البطولة في أشياء وأحداث حقيقة. نعم، تصريحات الأمير خالد الفيصل عن موضوع نعم تصريحات الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أنه يطالب أن يكون هناك بطولة أولمبية. نعم، دورة الألعاب الخليجية ودورة الألعاب الخليجية الأولمبية. يعني كل هالأحداث وكل هالمطالبات إذن في سببها حقيقة أنه التجمع الخليجي، الحرص، التآلف، الالتفاف كخليجيين حول بعض. نعم، كانت يعني كان الملعب يعني جزء من هالفعاليات. نعم، الملعب شهد حماس، شهد يعني أداء مميز للمنتخب، رغم أنه كانت البداية يعني الكثير حقيقة فوجة، البداية الضعيفة للبطولة من خلال الحضور الجماهيري، من خلال المستوى الفني للمنتخبات، كانت المنتخبات أقل من المؤمل، كان الجميع يتأمل إنه المنتخبات تطلع لنا بشكل أفضل من كذا، ولكن أنا أتصور بطولات المجمعة دائما ما يكون بدايتها بالشكل هذا، تبدأ ضعيفة وبدأ تقوى حتى تصل إلى المباراة النهائية، وهذا ما عكست لنا بطولة كأس الخليج في وتحديدا خليج 22. صحيح، عكس لنا هالتصور أنه بدأت ضعيفة حتى وصلت إلى مواجهة مهمة. نعم، شهدت مواجهة معيار ثقيل وشهدت نتائج كبيرة، عمان تكسب الكويت 5، تنتقل إلى دور نصف النهائي، تكون مباراة مهمة وقوية تجمع النصف النهائي وتكون نتائجها أيضا قوية من خلال الفارق الأهداف. كل هالأشياء أعطتنا انطباع أن خليج 22 اختلف كليا عن البطولات اللي شهدناها في السابق. أنا أتصور أنه هذه إن شاء الله تكون انطلاقة للبطولات المقبلة. نتمنى حقيقة أن يكون استضافات للأشقاء في العراق، ونتمنى أن يكون الوضع عندهم بالشكل نعم بالشكل الإيجابي اللي يعلم من خلال الفيفا أنه تستطيع العراق الاستضافة، وعندها سيكون لنا أيضا تواجد جديد وتواجد خليج جديد إذا ما قدر العراق ستكون في الكويت. الكويت أيضا لا تقل من الحماس والقوة. نعم، عن البطولات الأخرى. فأنا أقول هذه ميزة أخي حسين، أنه الشيء اللي جالسين نشاهده إحنا الآن شيء مميز من خلال البطولات الخليج. جميل جدا. أيضا يعني يمكن ما أدري إذا تتفق معي أخوي أسامة، يعني كالعادة يعني في بطولات كأس الخليج شفنا مدينة الرياض تعيش مهرجان رياضي اجتماعي ثقافي من خلال تنوع الفعاليات المصاحبة لخليجي 22، بالإضافة إلى ذلك أيضا رحلات للمعالم الحضارية والسياحية والتاريخية في المملكة ككل في مدينة الرياض تحديدا، المهرجانات المصاحبة اللي شفناها يعني على مر الأيام الماضية،
نحن كعمانيين أيضا نتذكر كيف احتفل الجميع هنا بالعيد الوطني. وهذا بالسلطنة خلي الجزئية يعني مستقلة، لأنه حقيقة الاحتفالية اللي احتفل يعني احتفلت ونقماه بالشعب السعودي الواحد، الشعوب الخليجية كاملة باليوم الوطني للسلطنة في عمان، وهذا شيء احنا نفتخر فيه، شعرنا احنا العمانيين، والعمانيين هم يعني هم يعني فاجأونا صراحة يعني كثير من الأخوان، لأنه الاحتفالية أصبحت عمان هي وطننا، هي بلدنا، لأنه اللي يجب أن نحتفل، لأنه هذه ميزة بطولات الخليج، انعكس هالاحتفالية على كل يعني فرد من أفراد الخليج، وكانوا يهنون يباركون للكل، طبعا ما نقول لأبناء السلطنة، لنا احنا كأبناء الخليج، فأنا أقول بالعكس هذه يعني بطولة الرياض يعني كما شهدت جانب رياضي أيضا شهدت جوانب كثيرة واحتفالات كثيرة. حتى سعادة السيد سفير السلطنة في المملكة لما استضفناه في اليوم العيد الوطني فقال أنا يعني شفت من الأشقاء الاحتفالات في كل مكان، وهذا مش غريب طبعا على جميع الأشقاء، وهذا أيضا هي اللحمة الخليجية الحقيقية، مش مجرد كلام، إنما هي أفعال فعلا تجسد على أرض الواقع. وهذا سيد حسين هذا ما يميز بطولات الخليج يعني صحيح. إذا إحنا ما التقينا بعض، نعم هو منشط رياضي، نعم منشط رياضي ونتنافس في المنتخبات، كلنا يرغب في تحقيق اللقب، ولكن في النهاية يجب أن يكون بطل واحد لا يأثر علينا مثل خسارة منتخب أو كسر منتخب، بالعكس لما يخسر منتخب أهني المنتخب، ولكن أنا التجمع الخليجي والألفة والترابط والشيء اللي جالسين إحنا نشوفه تقدم لنا بطولات الخليج بحد ذاته هي المكسب الحقيقي طبعًا. لنا كأبناء الخليج في هالمنشط هو الهدف الأسمى اللي من أجله أقيمت هذه البطولة، وبالتالي لابد أن نعمل أيضا نحن بدورنا على أن نصل إلى يعني مستوى تطلعات القادة من يعني إقامة هذه البطولة، وهذا مؤكد احنا ما قيمتها البطولة وما أخذتها العمر الطويل 44 سنة إلا هو رسمها لنا قادتنا بالضبط. وبالتالي رأوا أنه نسير بنفس المنوال اللي رسمت عليه والنجاحات يعني نشوف بطولاتنا تبدا وتنتهي ما يصير فيها اي شخص ما كانت بطوله لها يعني قوتها لها خصائصها لها لا احنا في بطولات الخليج كلنا نحرص على انها تحضر كلنا نحرص على انها وقتها تجد نسال متى اقامتها تجد نسال متى مواعيدها كل هالاشياء لانها تجمعنا كابناء الخليج اضف الى ذلك اخوي سيد التفاعل اللي يحدث في بطولات الخليج من الجميع في اي مشاركه في اي احتفاليه في اي منشط تقيم احد الدول تجد ان الجميع ملتف حول هالدوله وبالتالي يقدم لها الدعم ويشعر انه هو صاحب يعني المنشط هذا ويشعر انه دوله قام الاحتفاليه هي دولته وليس الدوله تقام لها الاحتفال بالضبط. اكيد الحديث ممتع معك اخوي اسامه ونحن نواصل الحديث، لكن ايضا اليوم مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات على المركز الثالث. محمود جاهز بدر؟ ممكن نرجع لمحمود. طيب جاهز تقرير لمنتخبنا الوطني والحديث طبعا عن مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه منتخب الإمارات على المركز الثالث. منتخبنا خسر من قطر والإمارات خسرت من أصحاب الأرض والجمهور منتخب السعودية، واليوم يتقابل الأحمر والأبيض على الميدالية البرونزية. نتابع هذا التقرير عن منتخبنا الوطني وإعداده لهذه المباراة. في مهمة أخيرة من أجل الصعود على منصة التتويج يخوض أحمرنا مساء اليوم مباراته الختامية في خليج 22. منتخبنا الوطني يلعب هذه المباراة أمام شقيقه المنتخب الإماراتي بعد أن شاءت الأقدار في أن يخسر الأحمر مواجهة التأهل إلى النهائي على يد المنتخب القطري بعد سيناريو غريب جدا، حيث كان منتخبنا هو البادئ بالتسجيل، ولكن ضربة الجزاء لقطر أعادت المباراة من جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي. ومع بداية الشوط الثاني أحرز المنتخب القطري هدفين وسط ذهول من جماهير النمط الواحد. خسارة جعلتنا في حالة صدمة، ولكنها كرة القدم فلا أمان فيها. مباراة اليوم لمنتخبنا هي مهمة أيضا، ولو أن الفوز بالبطولة له نكهة خاصة، إلا أن مباريات منتخبنا وشقيقه الإماراتي دائما ما يكون لها ميزة وحديث آخر على أرضية الملعب، ونحن مع الأحمر من أجل الفوز والحصول على مركز مشرف يضاف إلى خزينة الرياضة العمانية.
وكلنا ثقة بأن اليوم سوف يكون فوزا معنويا يذكرنا بأننا لابد من الوقوف بجانب الأحمر، خاصة وأنه مقبل على المشاركة في بطولة آسيا 2015 باستراليا. وأن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام، فلنكن نمطا واحدا على مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد مساء اليوم. نواصل معكم مشاهدين الكرام، والحديث سيكون أكيد عن لقاء منتخبنا الوطني بنظيره منتخب الإمارات على المركز الثالث. قبل ذلك نتحول أو نعود بالأحرى للزميل محمود تبوك في فندق الماريوت. محمود تفضل. حسين، في الأيام الماضية طبعا بهو الفندق هنا في الماريوت كان مليء بالمنتخبات. اليوم المنتخب الإماراتي يحضر نفسه للسفر ورجوع إن شاء الله، يرجع بالسلامة إلى يحمل العفش طبعا إلى دولة الإمارات. خلاص راح تكون مباراة اليوم وغدا يرجع، إن كان فاز بالمركز الثالث راح نقول أكيد ألف مبروك، وإن خسر راح نقول لك قدمتم مستوى وهردلكم، هذه حال كرة القدم. طبعا هو الكل اللي شارك في هذه البطولة يسعى أن يظفر بالكأس. معي هذه المرة عبد القادر
الكابتن عبد القادر حسن مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي. كابتن عبد القادر، مباراة اليوم ربما هي تحضيرية، ربما التحضير النهائي لنهاية آسيا بالذات هذه البطولة، الاستفادة، خرجتم طبعا فريق أدى كرة جدا رائعة، وأكبر دليل أن الفريق متماسك متجانس، وليس بوجود عموري فقط وإنما حتى بعدم وجوده رجعتم أمام المنتخب السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أعتقد إحنا الفريقين اليوم، فريق الإماراتي وفريق العماني، صحيح هي مباراة مركز ثالث، نعتبرها مباراة شرفية، لكن نقول الفريقين أبطال، هي في النهاية لابد أن يكون بطل واحد، ولكن الفريقين أعتقد قبل وبلاء حسنا قدموا مستوى رائع في المجموعة وحتى في المباراة قبل النهاية، ولكن في النهاية لابد من فايز. أنا أعتبر للفرق الأربعة اللي وصلت هي أبطال المجموعة، ولكن هذا الترتيب. هاي مباراة شرفية، لأن حتى تحضيرها أعتقد أنه تحضير قليل، لأن بعد يوم واحد بعد مباراة قبل النهاية، بعد مباراة يمكن مباراة كانت عصيبة للفريقين أمام المنتخب السعودي وأمام المنتخب القطري، لأنها كان فيها تنافس قوي وفيها يمكن مجهود أكبر، كان تحتاج راحة على الأقل يومين لاستشفاء اللاعبين مثل ما نعرف في كرة القدم، ولكن في النهاية لابد من إحنا نلعب هذه المباراة. في النهايه نقول مبروك للفائز اليوم، الهدف كان فريقين سواء السعود الاماراتي او العماني، كان هدفهم البطوله هو الوصول للمباراه النهائيه، ولكن ما لم يوفقوا في هذا الهدف، ولكن في النهايه ظهروا او كسبوا احترام الجميع، اقنعوا ابدعوا في المباراه سواء الاماراتي او العماني. انا اقول الفريق العماني مبروك، فريق شاب جديد، اعتقد انه بتكون له بصمه في كاس اسيا. ايضا اقول مبروك لفريق الامارات، لانه ايضا فريق يملك التجانس والانسجام والتناغم اللي موجود من فتره طويله مع المنتخب والاستقرار اللي موجود، وهذا اللي نسعى له. احنا اقول فعلا كانت كاس الخليج مش ان احنا الفرق السبعه هي محطة تحضير أيضا لكأس آسيا، مش إن إحنا ما كنا نبى البطولة، لا نبى البطولة ولكن لم نوفق فيها، أو هذه كرة القدم، ولكن كل المنتخبات السبع الموجودة في كأس الخليج اللي مشاركة في آسيا تعتبر محطة كأس الخليج هذه تحضير لكأس آسيا، لأن الفترة وجيزة بين البطولة وبين البطولة هي 44 يوم بعد انتهاء البطولة، فنتمنى التوفيق للجميع، وأتمنى أن تطلع المباراة مثل ما طلعت المباراة الأولى في النظيفة وذات مستوى عالي من الأداء، نتمنى أن تكون المباراة اليوم ايضا في نفس المستوى وتعكس تطور الفريقين الموجود في هذه البطوله، ونقول مبروك للفائز سواء احنا او المنتخب العماني. بالنسبه في احد القنوات ذكرت ان كان لك عتب كبير والاتحاد الاماراتي له عتب كبير على الحكام بالذات في المباراه السابقه امام المنتخب السعودي، ونتمنى له السلامه اكيد الكابتن عموري. يعني مش عتب، ولكن احنا قلنا ان الحكم لم يوفر الحمايه للاعبين، يعني كانت هناك اكثر من احتكاك مباشر امام الحكم، ولم كان ناسي الكارت الاصفر هذا اللي كنت اذكره، فكان لابد من حمايه اللاعبين، ليس عموري فقط، انا اذكر كل اللاعبين، ولكن عموري هو اللي تعرض للاصابه، ولكن كان هناك اكثر من لاعب تعرض يعني للخشونه، اقول مو للضرب، ما اقول متعمده، ولكن القانون كان يحاسب عليها على الاقل بكرت اصفر وكرت احمر، وهذا لم يحدث من الحكم، يعني احتفظ بالكرت ماله للشوط الثاني، فلا بد كان من الحمايه من بدايه المباراه، يعني كل الالعاب مكشوفه بالنسبه للي شاهد المباراه، يعني بالنسبه لنا احنا نقول هذه كره القدم يصير فيها الاصابه، عمري لاعب له ثقله في المستقبل لا في المنتخب الاماراتي، ولكن حتى بعد خروج المنتخب الاماراتي قدر انه يعود في المباراه بعد ما كان خسران 2، انه يعود 2-2، وكان ممكن ينهي المباراه، ولكن التوفيق لم يحالف يمكن كابتن اسماعيل في علاج كره المرمى وليد عبد الله، ونقول هذه الكره ونقول الحمد لله عمر اصابته ان شاء الله بسيطه، خلال اسبوعين بيكون يرجع للمنتخب يكون معنا في اسيا ان شاء الله. ذكرت في احد القنوات ايضا انك الحكم الامارات ما في حمايه للنجوم، يعني كانك تقصد ان في المنتخب الاماراتي اكيد كلهم نجوم، لكن كانك تقصد بحديثك ان ما في الا نجم الكابتن عموري وايضا الكباتن الموجوده اكيد الكابتن علي المقود، وكانت تقصد إيه؟ لا انا اقصد النجوم مو بنجوم بس الامارات، انا اقصد حتى في مباريات سابقه في نجوم تعرضوا لنفس الحالات هاي، يمكن ما طلعوا باصابه قويه، ولكن كانت هناك يعني في نوع من يعني الحكم كان او الحكام كانوا رائفين باللاعبين اكثر من ما كانت، يعني لابد ان احنا نطبق القانون، نطبق روح القانون في بعض الاشياء، ولكن في اشياء مثل الاصابه الايذاء، ان اللاعبين هذول اليوم محترفين ويكلفون يكلفون ملايين، يعني فممكن تنهى لاعب من ضربه خشنه او متعمده من لاعب اخر قد تنهي حياته الرياضيه، والناس اليوم منتخبات الخليج فقدت كثير من النجوم، او ما في نجوم كثير، يعني في كل منتخب نشوف لاعب او لاعبين، قبل كنا نشوف من الاربعه والخمسه نجوم في كل فريق، وهذا اللي ياثر حتى على المستوى الفني للبطوله، وتلاحظ كل المراقبين يقول لك المستوى الفني منخفض غياب النجوم فاحنا لازم نحافظ على هؤلاء النجوم حتى تستمتع الجماهير في ادائهم. يعني
من أبرز النجوم في المنتخب الإماراتي؟ أكيد عموري، علي مبخوت، عامر عبد الرحمن، مجموعة كبيرة نقدر نهدي، عجب من لاعبين النجوم، محمد خليل. بالنسبة لنا احنا نعتبرهم كلهم نجوم، احنا عندنا 23 لاعب نعتبرهم كلهم أساسيين، ولكن قانون اللعبة هو من حتى موجود 11 لاعب في الملعب. طمنا على صحة عمور إن شاء الله الكابتن عمور بصحة وعافية. سمعنا أن عنده كان ضربة قوية بعد المباراة المنتخب السعودي، أظن حتى اليوم عنده جلسة أو شيء. هي كدمة الحمد لله، العظم سليم والأربطة سليمة، الكدمة تحتاج لها علاج طبيعي وتحتاج لها راحة شوية، وثم يعود الملعب خلال أسبوعين حسب ما ذكر الطبيب الفريق وطبيب المستشفى. هي أكيد المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، طبعا تقريبا أغلب المنتخبات راح تشارك في كأس آسيا، هي بطولة استعدادية، أيضا هي بطولة تنافسية، الكل يحاول نحصل على هذا اللقب، لكن بالنسبة للمنتخب الإماراتي ماذا يعني استفدتم من هذه البطولة؟ أكيد ما في شك إن إحنا استفدنا الاحتكاك، استفدنا خبرة أكبر من استفدنا اللعبة أمام جماهير، المنافسة هذه أيضا روحها أعتقد إعداد للكأس آسيا. 7 منتخبات خليجية، مجموعتنا تضم فريقين خليجيين في كأس آسيا اللي هي البحرين وقطر، فأكيد استفدنا، شفنا الفرق، استفدنا من ناحية البدنية، من ناحية الفنية، من ناحية الخبرات أيضا، تراكم الخبرات أعتقد هذا مفيد بالنسبة للمنتخبات كلها. بالتوفيق لكم ولنا إن شاء الله. شكرا، الله يعطيك العافية، حياك خير. شكرا لك. إذن مشاهدين الكرام، كان الحديث مع الكابتن عبد القادر حسن مدير إدارة المنتخبات هنا بالاتحاد الإماراتي، وحديثه عن البطولة بصورة عامة وتحضير المنتخب الإماراتي لكأس آسيا القادمة. أكيد راح نتواصل معكم في برنامجكم نبض الخليج، ولكن بعد الفاصل. الحب في دم من الصغر دايم على مر العمر، خليجنا واحد، وانا بحريني قلبي في عمان، اخوان احنا من زمان، لها وسط قلبي مكان، خليجنا واحد، وانا شقوا لنا عن مملكة، انا كل شي في قلبي تملكه، وانا هذا السعودي عشقه، غلاهم مهجتي، وانا مثل حلاها ما لقيت، الله يا محلى الكويت، لك فيها بيت في كل بيت. لازلنا نتواصل معكم مشاهدين الكرام في نبض الخليج، وقبل الفاصل تابعنا اللقاء مع الكابتن عبد القادر الحسن مع زميل محمود تبوك، وطبعا نشكر الكابتن عبد القادر وصراحة جميع الأخوان في الجهاز الإداري لمنتخب الإمارات اللي كانوا متعاونين بشكل كبير معنا، أيضا كابتن مترف الشامسي والمنسق الإعلامي أيضا سالم النقبي، لهم كل التحية على التعاون الكبير مع زملائنا أكيد في على مدار أيام البطولة، وكذلك لكل طبعا لبقية المنتخبات الأخوان الإداريين اللي كانوا متعاونين صحيح، ولكن
كان بعض القيود يمكن على الإعلاميين اللي فرضت بشكل كبير في هذه البطولة، ويعني هو شيء طبيعي لهم الحق في ذلك. عموما احنا نتمنى لكل منتخباتنا ان شاء الله التوفيق. نرجع قبل ان نتحول اكيد للمنتخب الإماراتي والحديث عن وضعية الفريق، منتخبنا الوطني أسامة شو رأيك في الفريق في هذه البطولة؟ أنا أقول المنتخب العماني طبعا رغم البداية اللي ما كانت يعني أو مفاجئة للمتابعين للدورة، خصوصا كان نتيجة التعادل، طبعا ما كان التعادل مع منتخب عادي، منتخب قوي إذا هو منتخب بطل ومنتخب الإمارات، ولكن في المقابل المنتخب العماني كانت عليه آمال وطموحات الشيء الكثير، يعني كانوا المتابعين والإعلام الخليجي كان يتوقع من المنتخب العماني كلها بصمة في هذه البطولة. تعدى الوضع مع المباريات اللي تلت المباراة الأولى، استطاع المنتخب العماني أن يظهر بهوية جيدة حقيقة وتوجه حقيقة بنتيجة هي الأكبر في بطولات الخليج، وهي 5 أهداف حقيقة في بطولة الرياض، 5 أهداف ضد منتخب الكويت، وهذا نعتبرها مباراة. الناس تقول عن مفاجأة، أنا أقول مين مفاجأة، هي تأكيد على المستوى العماني، مستوى متطور وفريق بطل، فريق حقق البطولة ويستحق أن يكون له بصمة في هذه البطولة، بغض النظر حقق اللقب أم حقق، ولكن الفريق العماني أو المنتخب العماني صنع له بصمة من خلال هذه البطولة، من خلال الـ5 أهداف في منتخب الكويت. الجميع ذكرنا ضعف المنتخب الكويتي، نقول لا، هي قوة في المنتخب العماني وليس ضعف في المنتخب الكويتي. ليش؟ لأن الكويت أصلا كانت تملك 4 نقاط وكانت قادرة أن يعني أقلها تطلع بتعادل ومن خلال تكتف عناصر الدفاع، لعب خطة دفاعية، ولكن إصرار لاعب منتخب عمان، إصرار المدرب لوغين من خلفهم على كسب هذه المباراة، وليس كسبها بشكل عادي مثل مجرد هدف هدفين، كسبها بتتويجها بصدارة مجموعة، وهذا يحسب المنتخب العماني. أنا في تصوري بالعكس، ولكن الظروف اللي واكبت المنتخب العماني في نصف النهائي في مباراة قطر هي ما أثارت نوع من علامات الاستفهام على الجهاز الفني أنا تحديدا في المنتخب العماني. يعني أنت لما تشهد مستواك تطور من أول بطولة وتجي عند مباراة النصف النهائي، المفروض أنك تكون في قمة عطاءاتك وتقدم الشيء الكثير، وهذا حقيقة ما كانت البداية الإيجابية. 20 دقيقة كان المنتخب العماني قادر أن يحسم المباراة وقادر أن يعلن تأهله مبكرا للمباراة النهائية، سجل هدف وضع يعني نقول هدف آخر، فرصة هدف محققة، هدف آخر يعني كان المفروض أنه تحسن في المباراة. صحيح. هل 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 التحول بعدها للمنتخب الإماراتي عفوا المنتخب القطري وتحقيق التعادل شيء متوقع، ولكن أن انهار المنتخب العماني الشوط الثاني بنتيجة 3-1 هنا العلامة استفهام. هل السيد لوغيل لم يستطع أن يهيئ اللاعبين تحديدا في بين يعني في غرف الملابس بين الشوطين؟ يعني وش الكلمات اللي جاءت اللاعبين؟ هل دخلوا بين الشوطين وهم عندهم نوع من الاسترخاء ونوع من الخمول أو نوع من أقول يعني بالشكل الدارج ضمان النتيجة؟ هل وصل اللاعب العماني بالتفكير إنه وصل هالدرجة؟ إذا وصل هذه إشكالية، هو شوف يعني كان حديث كثير عن منتخب عمان بعد مباراة الكويت، والمحللين أشادوا بشكل كبير بمنتخبنا، ويعني ذكروا يمكن في أحاديث في وسائل الإعلام كثيرة بأن المنتخب العماني هو الأفضل وهو الأكثر يعني ترشيحا للقب بعد هذا المستوى الكبير اللي قدمه مع الكويت. والبعض يقول أيضا أن السيناريو اللي كان في بداية مباراتنا مع منتخب قطر بتسجيلنا الهدف في وقت مبكر، وظهر المنتخب العماني في البداية وكأنه مسيطر على زمام المباراة، هذا أعطى ثقة أكبر، يعني أعاد الثقة المفرطة للاعبين، وبالتالي هذا كان له تأثير عكسي. هذا اللي أقول أخوي حسين، هو الثقة اللي أعطت أو اللي أشعر بها اللاعبين ثقة يسمونها ثقة الضمان، وهذه مشكلة أنك تضمن النتيجة، تضمن أنك تتجاوز، وغير كذا أنك تسجل هدف وتضيع أشبه بالهدف، معناته أنك ترى أن الخصم هذا اللي أمامك لا يستطيع أن يجاريك، وبالتالي تستطيع أن تتغلب عليه وتستطيع أن تسجل هدف ثاني وثالث ورابع. صحيح. لكن يبدو أنه السيد رولوغي لم يهيئ اللاعبين بشكل إيجابي من خلال الشوطين، ولم يعني يضع نقول البصمة اللي تجعل اللاعبين يعودون، يعني فريق يتقدم ويتعادل يفترض السيد لوغين يعني يستقطب اللاعبين ويبث فيهم انه المباراة لا زال فيها 45 دقيقة ثانية، لا زال مسألة ضياع النتيجة متوقع،
يفترض أن يعودون يبث فيهم رسائلها الحماس أساس أن يستطيعون من خلالها أن يعودون ترتيب أوراقهم. ولكن بالشكل اللي شاهدناه من خلال حتى الأهداف اللي جت في المنتخب العماني أنا استغربها على نجم كبير مثل الكابتن علي الحبسي، المفروض أنه يعني يكون لها يعني تركيز، خصوصا أنه كانت كرات ترتد من القائم وترجع أيضا مسؤولية خط الدفاع لو من خلال الكرات اللي تكون مرتدة في خط 18. هي مسؤولية مشتركة يعني المنتخب العماني اللي كان حقيقة قاب قوسين يكون هو الطرف الموجود في نهائي خليجي 22، ولكن دائما الامور قد لا تسير بالشكل اللي ترغب، ولكن قد يكون هذا الدرس للجهاز الفني للاعبين في منتخب عمان لتداركه في بطوله قد تكون ايضا مهمه جدا للمنتخب العماني والمنتخبات العربيه والخليجيه المشاركه في كأس آسيا، وهي أنه ذهل النتائج يفترض أنه ما تخذلك. خصوصا كنت أتحدث من ياك سيد حسين على أو تحت الهواء عن أن الجزئية هذه واجهت منتخب عمان في تصفيات كأس العالم مع منتخب استراليا. صحيح. كان المنتخب العماني في سيدني متقدم بهدفين. صحيح. وبالتالي طبعا أنا نقول خسر بالتعادل، أثرت كثيرا على مصاري المنتخب. نعم، كان الوقت 85 يعني يعني خسر بالتعادل أنهى المباراة 2-2. فهذه أيضا دروس تقدم للمنتخبات تفترض انه يكون فيه استيعاب، يكون فيها حرص انه تفاديها في مساله اداره المباراه حتى الوقت الاخير منها، يعني المباراه تنتهي في الدقيقه 90 او ما بعد ذلك فقط. وهذا دور الاجهزه الفنيه والاجهزه الاداريه تحديدا، انك تشرح للاعبين الاليه والطريقه اللي عرضوها يستطيعون انه يعرفون المباراه ليست فقط انك تسجل هدف او هدفين وتنتهي، لا، المباراه فيها 90 دقيقه، فيها وقت بدل ضائع. كيف تستطيع بالتكتيك اللي ترسمه أنت أنك تسيطر على هالمباراة؟ كيف عندك ضياع الفرص؟ أنا أقول دائما يفترض أنه الأجهزة الإدارية والإفنية تعمد إلى يعني إفهام اللاعبين طريقة كرة السلة، هي ضياع وقت 30 ثانية. لاعب السلة يتجد أن 30 ثانية يضيع بالكرة، وبالتالي إذا جت الثانية 28 يقذف بالكرة أساس أنها تكون ضاعت 30 ثانية. فنقول يفترض هالسياسة أو هالفكر يكون لدى لاعب كرة القدم أساس أنه يستطيع. لذلك احنا نشوف في البطولات الأوروبية تجد أن بعض اللاعبين يروح بالكرة في أقصى جهة الكورنر على أساس مجرد أنه يتلاعب باللاعب ويحصل على مثلا خطأ، يحصل على ضربة مثلا أو رمية تماس يصالحه. فكل هالفكر يحتاج إلى يعني خصوصا انه المنتخب العماني يضم اسماء شابه صغيره يعني لا زالت خبره تنقصها، فعندما تبث فيها هالرسائل تجد انه مع الوقت منتخب يعني يكون متكامل، وبالتالي يعطيك الشيء اللي انت كجهاز فني ترغب فيه. صحيح. على ذكر العناصر الشابه اللي يمتلكها منتخبنا الوطني، كثير من وسائل الاعلام الخليجيه ومنها بعض الصحف الخليجيه السعوديه عفوا تحدثت عن بعض العناصر في منتخبنا الوطني، وان الرياض كتبت شهادة ميلاد لعدد من العناصر في منتخبنا الوطني. نعم. أنا أقول أنا صحيح، يعني أكثر من اسم طلع لنا في بطولة خليجي 22 من منتخب السلطنة أسماء مميزة، يعني يكفي على رأسهم رزيق، يعني اسم يعني صاحب الهاتريك. نعم، صاحب الهاتريك بكل له بصمة وبكلها ايضا يعني، بس طبعا لازم يكون يشتغل على نفسه، يكون اكثر حرص على نفسه، يكون ايضا لا طبعا اي غرور او شيء هذا يقتل اللاعب قتل. يفترض انه يكون يفكر بشكل اكثر احترافيه. صحيح. يفترض انه لا يكون طموحه فقط انه يبقى في السلطنه، يفترض انه يبحث عن احتراف خارجي اساس يطور مستواه الفني. صحيح. ليكون اكثر ايضا يعني عنده الامكانيات. نعم. وانا اعتقد نعم. انه ممكن يوصل الى المستوى المامول، خاصه انه تعرف قصه استدعائه للمنتخب هو كان بديل العماد الحسني. نعم. فانا اقول يعني بالعكس، هو انا اقول هل هاللاعبين الشباب الصغار لما يغادر، انا اذكر كان في تصريح للسيد يوسف السركال ذكر انه يعني معلش لاعبنا الخليجي لا يمكن ياخذ المبالغ الكبيره في اوروبا، يعني لما تجي تقول والله 700,000 خلينا نقول يعني بما يعادل في حدود يعني اللاعب يبغى في الشهر ياخذ راتب حدود 150 مليون يورو، يقول مستحيل ياخذه، يقول عفوا 150,000 يورو، يقول مستحيل اللاعب ياخذه، يعني يقول هذه استحاله كامله، يقول ان اللاعب اصلا مبالغ يقول هذه كبيره، يعني بما معناه انه يصفى لك في 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 السنه
حدود الخمسة مليون أو يقول, يقول يفترض أن اللاعبين الخليجي لا يفكرون بهالمبلغ. صحيح. يقول يفترض أنك تبدأ بداية بسيطة. يقول أن القارة الأوروبية تبحث عن اللاعب الصغير في السن والأقل تكلفة مالية, وبالتالي تترك القارة, تترك الأندية اللي تبحث عن المبالغ العالية. نعم. وتذهب إلى القارة الأفريقية وتحديدا الدول الأفريقية مثل اللي تستطيع أنها توظف إمكانيات احتراف بشكل إيجابي مثل مبالغ بسيطة, وتستقطب مثلا بدل ما تستقطب مثلا لاعب واحد تستقطب في أفريقيا مثلا خمس أو ست لاعبين. صحيح. برأيك يعني شو اللي يحتاجه منتخب عمان, لأن نحن أيضا على أعتاب بطولة قارية قادمة قبل انطلاق البطولة الآسيوية. أنا أقول يفترض أن السيد لوغين يدرس يعني الأسباب الخسارة وأسباب الخروج من بطولة الخليج من جميع جوانبها. بطولة الخليج ليست بطولة يعني ليست مقياس أنك تقول والله إذا خسرت بطولة الخليج يمكنني أخسر آسيا. وهذا يفترض أنه كل لاعب عماني يفهم الشيء هذا, أنه ليس يعني ليس معنى أنك تخسر بطولة الخليج وأنك مؤهل لتخسر آسيا. بالعكس, أنت يمكن تخسر بطولة الخليج ولكن ترجع تروح لآسيا وتبدأ وتصل إلى مراحل متقدمة. صحيح. في والتاريخ في شاهد على والتاريخ. نعم. مثل ما تفضلتنا في أبجل كثيرة يعني. نعم, شاهد أنك تغييرات كثيرة تصير عليك. الشيء الثاني, وأنا أستشهد بكلام النجم الكبير النجم العماني عماد الحوسني, كان لي حوار معه في الصحيفة وذكر اني قلت لك كابتن عماد الان منتخبات الخليج ما هي, قال نعم انا اقول لك انا محق منتخبات الخليج ما قدمت مستوى في الخليج بشكل, ولكن اقول اجواء الخليج والقوه التنافس اللي بيننا نحن كمنتخبات الخليج ترى يعني هذا اللي خلى البطوله تصير بالشكل هذا. ولكن اذا رحنا لاسيا اختلف كليا. يعني انا اقول حتى قلت له من تتوقع, قال ما اتوقع, يعني يمكن فريق نتائجه كانت غير جيده في اسيا عفوا في الخليج ويكون في اسيا يصل الى مرحله متقدمه ويحقق البطوله. لذلك انا ما اقدر اقول لك الا ان المنتخبات الخليجيه قادره ان تقارع منتخبات شرق اسيا وتتجاوزها وبكلها ايضا بصمه في خليجي عفوا في اسيا 2015. يقول هذا بتشاهدونه من خلال, وهذا انطباع جيد لما نجم بحجم عماد الحوسني يتحدث بهالحديث معناته في ثقه وينطبق الكلام على كل اسماء المنتخب العماني. نعم. معناته هذا الشيء مزروع فيهم انهم لدينا الاصرار لدينا يعني السيطره, انه يعني خسرنا اليوم نعم خسرنا بطوله نعم ولكن قادرين نعوضها في آسيا وكسبها وتعويض الشيء اللي خسرنا في الخليج بإذن الله. نحن متواصلين معكم ومتواصلين مع الحديث مع زميل أسامة النعيمة, والحديث طبعا عن مباراة هذا المساء بين الفريقين العماني والإماراتي. منتخب الإمارات كذلك حامل لقب البطولة الماضية وجد نفسه يلعب على المركز الثالث, وبالتأكيد سنشاهد مباراة بين الفريقين هي في معناها الطبيعي وفي الوضع الطبيعي هي مباراة ديربي بين الفريقين, لكن هل هذه وضعية الفريقين اللذان كانا يطمحان إلى بلوغ المباراة النهائية سيلعبان اليوم بنفس الطموح وبنفس الإصرار والعزيمة؟ نأمل ذلك حتى أيضا نستمتع بمباراة بعيدة عن الضغوط, ضغوط الوصول إلى لقب البطولة. نتابع تقرير عن منتخب الإمارات وإعداده لهذه المباراة. منتخب الإمارات الذي جاء للبطولة بصفته حامل لقب البطولة الماضية وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة الحالية, اصطدم بصاحب الأرض والجمهور في الدور نصف النهائي, وهو اللقاء الذي كلف الأبيض التخلي عن الدفاع عن لقبه وإصابة نجمه عمر عبد الرحمن الذي كان قد عاد لتوه من إصابة سابقة لتعيد تلك الإصابة قلق الجماهير الإماراتية من إمكانية غيابه عن الحدث الأهم وهو نهائيات كأس الأمم الآسيوية. اليوم يخوض الفريق الأبيض لقاء الوداع في البطولة أمام منتخبنا الوطني عبر التنافس على المركز الثالث, مباراة يراها البعض تأدية واجب, خاصة وأن الفريقان سيدخلانها بتشكيلة مغايرة لما كان عليه الوضع في المباريات السابقة في الوقت الذي يراها البعض إحدى الديربيات الخليجية, رغم أنها تأتي وسط ظروف ليست بالمواتية للطرفين, لكن في كل الأحوال تبقى لهذه المباراة أهمية خاصة من نواحي نفسية ومعنوية, ولذلك قد نشاهد مباراة جيدة المستوى
خاصة وأنها بعيدة عن ضغوطات حسبة البطولة، ولذلك حاول مهدي على أن يركز في اليومين الماضيين على النواحي النفسية أكثر من البدنية، وهو أمر طبيعي لفريق جاء يبحث عن المحافظة على اللقب. وتبقى الحقيقة أن البطولات الآسيوية باتت على الأبواب هي الشغل الشاغل لكتيبة مهدي علي. جديد مشاهدينا الكرام، والآن نعود للزميل محمود تبوك في فندق الماريوت. محمود، ما الجديد لديك؟ تفضل. يعطيك العافية حسين، أكيد متواصلين هنا من بهو الفندق ماريوت. طبعا اليوم حسين مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، الجود الإعلامي، الزخم الإعلامي ربما مع العد التنازلي أقل بكثير. طبعا التواجد الأكبر هناك في فندق هولودين، طبعا أقلت المنتخبات هنا، لم يتبقى إلا المنتخبين اللي راح يلعبون على المركز الثالث والرابع، منتخبنا الوطني أمام شقيقه المنتخب الإماراتي. هي القمة راح تكون غدا، أكيد هذه قمة ربما مثل ما ذكر الكابتن عبد القادر حسن، هي مباراة شرفية قبل أن تكون مباراة استعدادية بالنسبة للفريقين. من يحصل على المركز الثالث أكيد راح نبارك له. معي أحد الإخوان من الجمهور السعودي والمتابع للأخضر السعودي، ولكنه بعد مو براضي على المنتخب السعودي، ما أدري متى يرضون على المنتخب السعودي في الأيام القادمة، إن شاء الله ترضون عليه. كابتن، أن في البداية أخوي، المنتخب السعودي قدم مباريات كثيرة، الكل مو براضي عنه كجمهور، كونك أحد الجماهير، بعد ما ولا مباراة خسرها حقق المركز الأول بالنسبة للدور الأول، من ثم تخطى المنتخب الإماراتي بثلاثية جدا جميل يعني بالنسبة للأداء واللي قدمه المدرب كارلو بيز. والله بالنسبة لأول شيء يعني لكارلو بيز، احنا ما احنا راضين عنه، يعني يبدل تبديلات ما كويسة، يعني ما ادري يعني وش يستفيد من التبديلات، يعني لافضل لعيبه في ذيك المباراه، يعني انا ما راضي حتى بثلاث اهداف، يعني المفروض ما تنتهي بثلاث اهداف في المباراه الاخيره هذه.
يعني ما ادري يعني اللعيبه الكويسين هم اللي يطلعهم يعني ما ادري وش الفكر اللي عنده اللي يبغى يوصل له انا ما ادري وش. واما بالنسبه للجماهير انا والله ماني براضي عن الجماهير يعني انا حضرت مباريات اللي لعبها مباراه حضرت ثلاث مباريات وبس الجمهور ما يعني يعقل تكون البطوله هنا في الرياض والجماهير تاتي مثل من سلطنه عمان وفي جماهير ايضا اتت من دوله الامارات وجماهير اتت من قطر ومن اليمن السعيد جماهير كثيره حضرت جماهير السعوديه ما زالت غايبه يعني اذا انا مو براضي ما اشجع المنتخب هي فيها ترى يعني خلاص انا ما بشجع نادي ان ابتعد عن المنتخب ترى هناك وطنيه الشجع الاخضر الجمهور دائما هو عندما تكون تلعب صاحب الارض والجمهور تكون المباراه دائما اصعب لكن عندما تلعب صاحب الارض وبدون جمهور تكون هناك ربما اقل صعوبه من هذه المواجهه. والله انا بالنسبه قلت لك انا ماني براضي عن الجمهور انا ما ادري يعني انا ماني مع التعصب وماني مع هذه الحاجات. مباراه حضرت ثلاث مباريات قلت لك ثلاث بس ما ادري ايش اللي عند الجمهور يعني ليش ما يحضر هذا من اللي يتعصب هو عاد هذه اشياء له من نفسه هو عاد هذا هو عنده فكر في راسه شيء ثاني بس انا ما عندنا الحاجات هذه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النهايه نقول يكون في مدرجات ان شاء الله نقول ان شاء الله كل رايح لها ان شاء الله. توقعت كم مباراه اليوم المنتخب العماني امام منتخب الامارات من اللي يفوز يعني نقول ان شاء الله عمان ان شاء الله ليش لان انا اتلقى في قناه عمانيه لا طالب. والله بس اني احب لعب عمان ان شاء الله الله يعطيك العافيه زين الله ومباراه بكره اكيد صعبه بس ان شاء الله سعوديه نجيبها ان شاء الله اذا حضر الجمهور نجيبها ان شاء الله امور خير وشكرا يعطيك العافيه شكرا لك. قبل قليل حسين طبعا غادر السيد خالد كان في اجتماع مع الشباب وحتى على في قاعه الغداء هنا في فندق الماريوت في قاعه فندق الماريوت ربما كان الحديث عن مباراه اليوم وربما تحفيز وان المنتخب والاتحاد ما زال بدعم ذاك الموجود ربما هي الخسارة لم يتوقف الاتحاد عن الدعم وراضي كل الرضا ربما في أيضا حسين في بعض التغريدات اللي غرد فيها طبعا السيد خالد رئيس الاتحاد العماني أنه يرفض رفضا تاما بالنسبة للمنتقدين للمدرب بول الفرنسي بول لوجوين وأيضا أن المدرب راح يكمل مع في تصريحات أنه راح يكمل في كأس آسيا وأنه راضي عن أداء المنتخب وأن المنتخب قدم مستوى رائع وهو دائما حطوه بين قوسين في بعض الصحف وأيضا بعض القنوات أنه رضاءه ورفضه للإعلاميين اللي ينتقدون المدرب الفرنسي بول لوجوين. إليك حسين. نعم شكرا لك زميل محمود تبوك في فندق الماريوت ونحن بنتواصل معك اكيد في قادم الوقت واكيد يعني دائما الحديث في هذه اليومين يعني بطبيعه الحال عن المباراه النهائيه طبعا بين الاخضر السعودي والنادي القطري لكن قبل ذلك مباراه اليوم بين الابيض والاحمر نشوف هذه المباراه سيناريو مكرر للافتتاح المنتخبين من المجموعة الثانية يلتقيان على المركز الثالث ومنتخبين من المجموعة الأولى يلتقيان على المركز الأول وعلى اللقب وفي المباراتين الأوليين انتهت بالتعادل الآن في مباراة لا يسمح فيها بالتعادل للأربع فرق طبعا في هذا الدور ثم طبعا نتحدث عن منتخب الإمارات اللي فقد جهود عمر عبد الرحمن اللاعب الرائع و يعني عمر كان جاي من إصابة قبل هذه البطولة ويمكن وصل إلى جاهزية التامة يعني قبل أيام من بداية هذه البطولة للأسف عادت الإصابة من جديد للكابتن عمر عبد الرحمن نتمنى إن شاء الله يرجع يعني يكمل مع زملائه في الفترة القادمة. كيف تشوف منتخب الإمارات وأداء اللي كان في هذه البطولة بصفته أيضا حامل لقب البطولة؟ والله شوف أنا المنتخب الإماراتي ما كان بذاك الأداء حتى يعني في يعني باستثناء مباراة نصف النهائي مع المنتخب السعودي وفي فترات معينة ولكن كمنتخب إماراتي اللي احنا عرفناه واللي المستوى الفني اللي جالس يقدمه لنا في السنوات الماضية وكحامل لقب في البطولة الماضية ما هو بالمنتخب الإماراتي اللي عرفناه. المنتخب الإماراتي بدأ بداية ضعيفة توقعنا انه يرجع كبداية البطل انه يرجع في المباريات اللي تليتها يعني تليها ولكن بالعكس ما كان المنتخب الإماراتي بشكل صح كسب العراق بس انه مع كسب العراق تعادل مع الكويت ما كان مقنع ما كان مقنع اي المتابع للمنتخب الاماراتي ما كان يرى انه هذا يعني هذا وصفه البطل اللي المفروض يصل لها خصوصا حامل اللقب كل هالاشياء
انا يظهر لي انه عمر عبد الرحمن له يعني اثر على ذلك. اللي يقول لك لا والله مو صحيح لعمر، انا اقول لا، الكابتن عمر له تاثير حتى لو يعني رجع، ولكن كان رجوع ضعيف جدا، ما كان رجوع بالشكل القوي، ورجوع كان لاعب، اي لاعب يكون عايد من اصابه لابد يخشى الاحتكاك مع لاعب، يخشى الدخول في كره قويه، يخشى في اي تعامل، وهذا ما حصل لما جت مباراه نصف النهائي. وبدات شيء طبيعي، مباراه نصف النهائي دائما فيها من القوه والاحتكاك الشيء الكبير، فلما جاء الاحتكاك القوي مع في المباراه السعوديه والامارات شعر باصابه تجدد له، وليس لو تلاحظ انه يعني انا شفت المباراه يمكن عدتها مرتين، ابغى اشوف اصابات عمر عبد الرحمن، ما كان مصيبه مثل اللاعب السعودي بقدر او دخول خش، بالعكس كان دخول تعادي، ولكن اللاعب هذه كانت المره الثانيه اي، ولكن اللاعب متاثر، اللاعب عنده اصابه، عنده مشكله، اصابه سابقه فاثرت عليه الاصابه هذه، وكان حذر وكان يخاف منها. منتخب الامارات وهو ظل في المستشفى ايضا نعم يومين على ما خرج، يظل منتخب الامارات غير مقنع لنا في خليج 22. يفترض الكابتن مهدي علي، وانا اقول احيي في الاتحاد الاماراتي اللي جدد فيه الثقه واعطاه الضوء الاخضر انه سيستمر مع المنتخب، وهذا حقيقه نجاح، ولكن يفترض انه يكون في سلبيات معينه وقعت في المنتخب الاماراتي يجب ان يتلافاها. ما نقول مباراة اليوم في الثالث الرابع، لكن لا يتلافها في البطولة الآسيوية، وعنده مشاركة آسيوية ويحتاج فيها إلى إثبات قدرات هالمجموعة الذهبية اللي موجودة عنده في يعني كعناصر منتخب كعناصر يفترض يعني يثبتها، وبالتالي تستطيع أن يقدم علي مبخوت، أحمد خليل، لاعب الخبرة إسماعيل مطر، كلها الأسماء هذه متى ما إسماعيل الحمادي، نعم كل هالأسماء إذا استطاع الكابتن مهدي علي إعادة توهج لها مرة أخرى، هو ما اكتشفهم يعني الكابتن مهدي علي اكتشف بعض الأسماء وقدمها في المنتخب، يفترض أنه يعيد توهجها أو يقف على الأسباب الحقيقية وراء أنه نجم هاللاعب خبت، وليش خبت، وش الأسباب، كل هذه الأشياء يفترض الكابتن مهدي علي يراجع السيناريو من جديد مع لاعبيه، يفترض أن يفكر وش الأسباب اللي أدت إلى المنتخب العماني يصير بالشكل هذا، عندها عفوا المنتخب الإماراتي عندها سيعيد المنتخب الإماراتي اللي عرفنا احنا كمتابعين و يعني نشاهد ما يحدث المنتخب العماني كبطل. أنا بتصور عفوا المنتخب الإماراتي، أنا من حب المنتخب العماني فالمنتخب الإماراتي سنشاهد يعود ايضا ويعود في بطوله الاسيا بشكل يعني غير، ويستطيع ان ينافس. فانا اقول لك دائما منتخبات البطله، منتخب الامارات، منتخب الكويت، منتخب عمان، منتخب كل هالمنتخبات البطله تعود، يعني ما يمكن، وانا يعني ارى انهم في كاس اسيا لن يكون هو يعني يسمونهم الحمل الوديع المنتخبات هذه، لا احنا عندنا 7 منتخبات ستشارك في بطولة اسيا في 2015 او بطولة استراليا، لن تكون سهلة هذه المنتخبات، لن تكون صيد سهل للمنتخبات الشرق، لا ابدا، انا متصوري سيرجع يعني المستويات من جديد، سيستشعرون اهمية البطولة، بالتالي سنشاهد المنتخب اللي كنت انا وياك اخوي حسين ننتقده في كأس الخليج، سنشاهد ان نثني عليه في بطولة اسيا. نعم نحن متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في نبض الخليج، والحديث سيستمر اكيد عن هذه المباراه لكن بعد هذا الفاصل.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. عودة الآن للزميل محمود تبوك في فندق الماريوت. محمود تفضل. حسين في البداية كيف الأجواء عندك قبل المباراة؟ يمكن أنا ما وصلت الصوت بوضوح. أعيد لك جديد، كيف الأجواء عندك قبل المباراة؟ الأجواء اليوم مش مسا يعني في الرياض في اليومين الماضية كانت أجواء المباراة. نحن مش مسا ومعانا في الاستوديو مش مسا بعد، لكن نتمنى إن شاء الله المنتخبنا اليوم نقدم مباراة جميلة مع الشقيق الإماراتي. بدل المعشرة دخل في الموضوع، تفضل محمود. حسين لما كانت الأمطار منتخبنا ما فاز، ان شاء الله اليوم في ويوم شلنا هذا طبعا ماشي مع الجماهير العمانيه التي حضرت تتواجد المنتخب من قبل 4-5 أيام تقريبا وصلوا. اكيد كل التحيه لهم. خالد تعال، خالد بعد يحضر لنا، كنا عنده مفاجاه خالد اليوم يقدمها للجمهور. ترى خليفه ولد سالم اليافع يعطيك العافيه، حياكم الله والحمد لله على السلامه. لكن اكيد ما كان ودكم، يعني تعجبني حتى المنتخب خسر وراح ينافس على المركز الثالث، انكم ما زلتم موجودين متواجدين راح تشجعون اكيد في المدرجات. طبعا المنتخب قدم في المباراه الماضيه اداء جيد، ولكن المباراه مع قطر كان في انحطاط في المستوى. ما ادري هل في الاسباب انه من نشوه الفوز او الثقه الزايده. على العموم طبعا المنتخب نحن معاه في اي وقت، سواء كان بمستوى سيء او بمستوى ممتاز. مستوى كيف تشوف؟ والله مستوى قد يعني جيد جدا، اهم شيء انه في لعيبه جدد طلعوا لنا. يعني خالد كيف كانت الرحله؟ والله الرحله كانت جميله، يعني بكون ان احنا جايين يعني للوطن للمنتخب العماني كانت جيده جدا. كيف كان الحماس بعد؟ انت وصلت قبل الخمسه ولا بعد الخمسه؟ والله وصلت قبل الخمسه، قبل الفوز بالخمسة. فكانت فوز الخمسة يعني حسنا ان احنا ما جينا بلاش، يعني جينا وفزنا وكنا متوقعين ان نوصل للنهاية، بس قدر الله ما شاء فعل. ما ادري نبدا وين ولا نبدا هنا ولا نبدا. صوته يضبط معانا؟ يضبط معانا. زين خالد، خالد ويا احمرنا في دالونا يا وردات عين اللي حبونا، يا أحمرنا في دلونا يا وردة عين اللي حبونا، وشعر سيف والخنجر عمانية، الله وشعر سيف والخنجر عمانية. يا أحمرنا في دلونا يا وردة عين اللي حبونا، ويا أحمرنا. بعد ضيفنا مطلوب نبض الخليج. انت فاجأتني بهذا وانا ما محضر شيء والله. نبض الخليج، نبض الخليج، نبض الخليج يستاهل شيء ترى. برنامج نبض الخليج يستاهل بعد ضيف الوالد والله. ما عطنا اي انشود. ها يلا ما دام موجود ما محضر شيء والله. والله ما محضر. ترى الكاميرا زينه ترى تسجل والله وطالع حلو بعد. ايش اعطينا انا ترى مستمع. ترى خالد الماشي احد المشاهدين وفي فرقه الظفار الانشاديه، ربما جزء من الفرقه ممكن يرتاح كثير لما يكون مع الشباب كلهم معاه موجودين. رساله لفرقه الظفار الانشاديه وكل التحيه لهم، اعطيهم من اهداء من الرياض. يلا ما دام انه على الوطن ان شاء الله بنعطيكم شيء على الوطن. أرض المحبة يا عمان، أرض العراقة والوئام، أرضي وإن قلت فلن تكفي مدادات العبر، احفظها يا ربي لنا، احفظها يا رب الأنام، واجعلها نورا دائما يضوي لنا طول الدهر. شكرا. امين ان شاء الله، اللهم يحفظها يا رب ان شاء الله. توقعاتكم مباراه اليوم؟ والله ان شاء الله باذن الله تعالى عمان ان شاء الله تفوز باذن الله تعالى. كم توقع النتيجه؟ اتوقع 2-1 ان شاء الله. مباراه يعني تحصيل حاصل، مركز ثالث يعني، والناس طلعوا من هزيمه ثالث ورابع وطلعوا من الهزيمه، وممكن تكون مباراه في 2-1 او 1-1 بلنتيات ان شاء الله. عمان طبعا يعطيك العافيه. شكرا، شكرا لك خالد وشكرا لك خليفه، يعطيكم العافيه.
وان شاء الله كذا نشوفكم في المدرجات يا رب ان شاء الله. باذن الله تعالى. شكرا شكرا لكم. اذا حسين مع هذه الاصوات الجميله التي اطربتنا هنا في بهو الفندق في الماريوت، جماهير حضرت وما زالت تؤازر المنتخب اينما كان، ان كان بنتيجه اللي قدمها امام المنتخب القطري، وان كان راح يشارك اليوم على المركز الثالث والرابع اكيد هم متواجدون اين حل المنتخب وحل الوطن. شكرا لك محمود وشكرا لضيوفك وهذه الاصوات الجميله، اكيد صوت جميل استمتعنا فيها. والله ما شاء الله اصواتهم ما شاء الله جميله، يعني انا فكرت انه فنان مطرب. ايوه انت سالتنا على طول يعني ما شاء الله عليه. هذا المشجعين ومتابعين المنتخب العماني حقيقه يعني جيتهم من هناك من السلطنه و تواجدوا ما شاء الله يعني مع المنتخب العماني. انا حقيقه اتمنى ان يسعدهم المنتخب العماني اليوم ويعطيهم ان شاء الله البطاقه الثالثه ان شاء الله ويستاهلون حقيقه البطاقه الاولى، ولكن انهم وافقوا في المباراه حقيقه النصف النهائي. ولكن مثل ما قلت انا اقول هذا لا يقلل من امكانيات المنتخب العماني، المنتخب العماني عنده امكانيات وقادر، يكفي انه بطل يعني المنتخب العماني احد ابطال هذه البطوله. صحيح. بالتالي لا يمكن ان يبخس حق اي واحد. نعم. وخصوصا انه يا جاش يطلع لنا النجوم دائما ما نستمتع فيهم، و النجوم هذول لا يبقون في السطر لكنهم يغادرون الى صحيح. الى دول اوروبيه ودول خليجيه، نشوف مستوياتهم المتميزه، وهذا حقيقه يعطي انطباع انه المنتخب العماني منتخب مخرج الابطال وبطل امامه البطولات لا زالت في المستقبل. صحيح. اسامه تتفق مع الحديث بان في كثير من الاحيان في بطولات كاس الخليج البطل ينخفض مستواه بعد ما يحمل اللقب، يرجع بعد فتره يعني ما يكون في ثبات في المستوى. ما هذه قد لا تكون شرطيه، يعني المنتخب السعودي بطوله 15 و16 يعني خليج 15 خليج 16 حققها يعني في الرياض وراح الكويت وحققها في الكويت، يعني مو شرطيه يعني هي بس فقط تباين ظروف، يعني قد يكون البطوله اللي انت حققتها ظروفك كانت جيدة. صحيح. بالضبط. وعندما تحضر البطولة اللي يليها. نعم. لظرف معين تخسر لاعبين، تكون مشاركة عندك بعدها مشاركة مهمة، أو أنك جاي من مشاركة مهمة، كل هالأشياء تأثر عليك بالشكل اللي إن شاء الله. ولكن أنا بتصوري أنه الفريق البطل يظل بطل حتى لو خسر بطولة اليوم، ثقتك كامل أنه سيعود أيضا يحقق بطولة ثانية. نعم. عموما نحن أكيد متواصلين، ويعني ذكرنا في الأيام الماضية وطبعا لما كانت البطولة في زخمها القوي بوجود 8 منتخبات والتواجد الإعلامي كان حاضر، ربما خفت نوعا ما في اليومين الماضيين بانتظار طبعا المباراة النهائية بين المنتخبين السعودي والقطري، لكن الحضور الإعلامي في بطولة خليج 22 بالرياض كان كبيرا كما ذكر زميل أسامة في سياق الحديث السابق طبعا، والتواجد كان كبير حتى أن البعض قال بأنه حتى يفوق مستوى البطولة. نتابع هذا التقرير ثم نعود. أصبح من المعتاد أن تشهد دورات كأس الخليج تنافسا إعلاميا كبيرا يطغى في كثير من الأحيان على التنافس داخل المستطيل الأخضر. هنا يعمل الإعلاميون على مدار الساعة من أجل الحصول على سبق أو تسجيل صورة ملفتة من أحداث البطولة أو الفوز بتصريح من هنا وآخر من هناك، فتجدهم ينتشرون في كل المواقع كما تنتشر استوديوهات مباشرة لكثير من القنوات الرياضية التي تعمل على حشد كل إمكانياتها لتغطية الحدث الهام. احنا طبعا نملك الحقوق الحصرية، نحن جئنا بمشروع برامج وتغطية كبيرة، تغطية يومية من الصباح إلى آخر مباراة وإلى برنامج مسائي نختم به اليوم. طبعا تغطية كبيرة، كل جل الدول حتى لا أقول كل حاضرة هنا في هذه البطولة، ومن دون شك ستستفيد خاصة بأن هناك قنوات كثيرة منها قناتكم الرياضية، لهذا سيثري الحقل الإعلامي وأيضا التنافس في هذه البطولة، والتنافس من دون شك سيكون في صالح المشاهد العربي والخليجي. التغطية الإعلامية
وسابقا كانت أيضا الحضور الجماهيري كان يفوق المستوى الفني عموما. هو مستوى فني على كل حال، فيه وعليه، في بعض الأحيان يكون عالي وبعض الأحيان يكون منخفض حسب ظروف المنتخبات واللاعبين الخليجيين عموما، ولكن يبقى وأن الاهتمام الإعلامي والاهتمام الجماهيري أكثر بكثير من المستوى الفني الذي بدا في المباريات الأولى بأنه عادي جدا، حتى لا أقول شيء آخر. الحضور الإعلامي المكثف جدا، أنا يعني حتى على مستوى كأس عالم تواجدت من 94 98 2002 امتداد كؤوس عالم، أحيانا قد لا تشاهد هذا الكم الكبير من الكاميرات في منطقة المخزون. ومهما كان هذا التنافس الإعلامي المثير، فإننا نتمنى أن يكون المتلقي هو المستفيد الأكبر، وأن تبقى هذه البطولة دائما كما كانت، مناسبة جميلة لاجتماع الأشقاء. بالنسبة لطبيعة تواجدي، احنا نحاول انه ناخذ نغطي اكبر عدد من المتواجدين، سواء من الزملاء الاعلاميين او من الوفود الرسمية القادمة لبطولة الخليج. يعني التغطية الاعلامية في كاس الخليج بالتحديد هي دائما ما تكون اكبر من البطولة. يعني كاس الخليج يعني عبر تاريخها هي معروفة بأنها خارج الملعب أكثر مما هي داخل الملعب، خاصة تشاهد أنت الحركة الآن من الوفود، من الإعلاميين، من التغطية الكبيرة الهائلة على المستوى الصحفي وعلى المستوى أيضا التلفزيوني. فالتغطية الإعلامية دائما غير مستغربة في كاس الخليج أنها تكون بهذا الضخم. يعني الحب في دم من الصغر دايم على مر العمر، خليجنا واحد وانا بحريني قلبي في عمان، اخوان احنا من زمان لها وسط قلبي مكان، خليجنا واحد وانا شقول انا عن مملكة، انا كل شي في قلبي تملك، وانا هذا السعودي عشقا، لكن غلاهم مهجتي، وانا مثل حلاها ما لقيت، الله يا محلى الكويت لك فيها بيت في كل بيت. أصل معكم مشاهدينا الكرام في طبعا الجزء الأخير تقريبا من برنامج نبض الخليج. يمكن سامي شاهدنا تقرير عن التغطية الإعلامية لبطولات كأس الخليج، ما أدري رأيك في مستوى التغطية الإعلامية، هل فعلا هو يفوق المستوى الفني للبطولة بشكل عام؟ أنا أقول وذكرت لك حسين في البداية أنه وجود الكم الهائل من الإعلام يصل إلى 2200 إعلامي، هذا يعطيك انطباع انه الجانب الاعلامي غطى على الجانب الفني في البطوله. يعني حتى عاملين زحمه في الرياض يمكن. نعم هذا جزء من تحركاتهم 24 ساعه. نعم يتحرك من اوتيل لاوتيل ويبحث عن
تدريب أماكن متفرقة. نعم يعني وتدريب منتخب وتدريب ملعب المباراة. ملعب المباراة يبغى يلحق على تصريح مثلا الرئيس وفد في مقر إقامته. كل هالتحركات تعمل هالشيء. ولكن أقولك العدد الكبير هذا جعل المستوى الفني يعني للبطولة يعني أو أن الإعلام يغطي هالمستوى الفني للبطولة. يعني المستوى الفني ترى أكون معك صادق السنتر ما هو ذاك المستوى ترى. يعني أنا وأنت متفقين المستوى الفني لبطولة خليج 22 ما كان بذاك القوة. ما استمتعنا فقط إلا في مباراة نصف النهائي. يعني القوة جت نوعا ما في نصف النهائي من خلال الأهداف اللي شاهدناه إضافة إلى مباراة الكويت وعمان بحكم نتيجة خماسية. ولكن كمستوى فني البطولة ما كانت بهذيك المستوى اللي احنا نجده. ولكن الإعلام أكل الجو. أنا واحد من الإعلاميين كنت أتحدث أنه إياه قال إنه يمكن الناس اللي كسبت الجولة في كأس الخليج هم رؤساء الوفود. يقول هم اللي أصبحوا هم النجوم في هالبطولة والنجوم اختفوا. وهذا صحيح. يعني لو تسأل أي شخص متابع لكأس الخليج يقول بالعكس مستوى فني ضعيف جدا. ولكن في المقابل رؤساء الوفود الإداريين هم كانوا أصحاب أو النجومية لهم. تحصل تصريح قوي, تحصل يعني تعليق أقوى, تحصل حوار أيضا شامل. وبعض الأحيان بعض وسائل الإعلام تكبر بعض المواضيع. نعم بعض نعم وسلام بعض البهارات. نعم بعض نعم يكون مثل الموضوع بسيط بالتالي تاخذ استطلاع اكثر من شخصيه وبالتالي يولع الموضوع. في المقابل ما كانت البطوله ما كانت المستويات الفنيه في داخل الملعب ذاك المستوى اللي يجعل العالم من وراه او الناس تقتنع تقول نعم البطوله كانت قويه والمستويات كانت قويه. كنا نشاهد مثل أداء قوي أبدا. الأداء الفني كان ضعيف. نعم. ما كان بذلك يعني بتلك القوة اللي إحنا كنا ننشدها. الإعلام أكل الجو بشكل كبير. كنا نشاهد التغطية الإعلامية تفوق بكثير ما هو موجود في داخل الملعب وفي أرضية الملعب. يكفي أنه حسب إحصائية أنا أخذتها من المركز الإعلامي في البطولة أنه 2200 إعلامي يقابلهم كم سيد حسين 500 ما بين لاعب وإداري. نعم ومسؤول فريق. نعم شوف شلون 500 طيب. شخص وهذول 2200 هذا طيب. رقم كبير. لكن بعض الاحيان الاعلاميين يضعوا نفسهم ايضا في قفص الاتهام. في بعض ما تتعرض له بعض وسائل الاعلام الان من ضغوطات في بعض الاحيان في اروقه البطوله. يعني نشوف انه في ميران المنتخبات ربما هناك قيود كثيره على رجال الاعلام. مؤكد شوف هو اللي تبع هذا حسين انه القيود اللي قلتها الان في اشياء كثيره. قيود التدريبات, قيود التعليقات الصحفية بالكاد تحصل على تعليق صحفي من اللاعب بالكاد تحصل على. لذلك تسلط الأضواء كلها على رؤساء الوفود على الإداريين على يعني الإعلاميين يعني حتى المدربين ما يصدق. المدربين جتهم فرصة موضوع المؤتمرات الصحفية بس صار يقول خلاص أنا عندي مؤتمر صحفي قبل وبعد بعد كذا تكلمني خلاص. فهنا هنا صارت الإشكالية وصار النجم فيها اللي هو رئيس اللي يسمونه الوفد إداري الوفد. هم صاروا النجوم لأنهم صاروا يتحدثون في كل هال يعني في كل أمور الدورة من جانب الفني أو جانب صحيح. أعتقد هذا التنافس هو من يعني من مصلحة المتلقي. بس أنا في تصوري أنا أخي حسين هي جانب إيجابي. بالعكس طلعنا بتصريحات قوية, طلعنا بأحاديث قوية, طلعنا تنعكس على أرضية ملعب على أرضية ملعب مناوشات أعطت ملح للبطولة. يعني كعادة بطولة كعادة بطولات الخليج. يعني بطولات الخليج ملحها وحلاوتها في التعليقات اللي يطلقها رؤساء الوفود. طيب احنا طالما أن أيضا تكلمنا عن الإعلاميين في فكرة جميلة شفناها في هذه البطولة ومبادرة طيبة هي يعني إقامة أيضا استراحة للإعلاميين وهذا شيء جميل جدا. نعم وأنا أعتقد أيضا كان في أجواء جميلة يعني في الأيام الماضية في هذا الاستراحة. خلينا نشوف مع بعض تقرير عن استراحة الإعلاميين ونعود. استراحة الإعلاميين الخليجيين بالرياض انطلقت على هامش منافسات خليج 22 كفكرة تبناها الإعلامي خالد جاسم وفهد الروقي للتقريب من الإعلاميين فيما بينهم والحفاظ على ميثاق الأخوة والتجمع وشرف المهنة بعيدا عن الخلاف والنزاعات الحادة.
حرصت الاستراحة بتوفير الجو المناسب، فهي توفر الشاشات العملاقة التي تبث المباريات لمن لا يمكنهم الذهاب للملاعب، بالإضافة لخدمات الإنترنت والمشروبات والأطعمة. فالاستراحة بتصميمها التراثي القديم وموروثها العربي مكان رحب لتجمع الأشقاء وأبناء العمومة في مكان واحد على المحبة والمودة. الاستراحة الفكرة بدأت بجلسة أخوية، تعرف أنا أعمل في قناة الكاس برنامج المجلس في قطر، وخالد أخوي خالد جاسم مقدم المذيع الرياضي الشهير، كنا في الدوحة في يوم من الأيام وكنا نتكلم في الإعلام الخليجي وإلى آخره في بطولة الخليج، فانبثقت فكرة أنه نجمع الإعلام الخليجي في مدينة الرياض، يعني في خليج 22، كيف نستطيع أنه نجمعهم في مكان واحد وأنه نهيئ لهم سبل الراحة وأنه وأشياء كثيرة. كان الأصل فيها هو الالتقاء والمحبة، ونعرف أنه التقارب أنه عندما تلتقي الأجساد تتقارب، يعني تتقابل العيون في العيون، تخف حدة يعني الخلافات، لأنه في قاعدة أنه الإنسان بطبعه يخشى من المجهول. الشخص لما تسمع كاسم بالنسبة لك مجهول، ربما ينتج عن هذه نوع من أنواع الخلافات. المهم أنه يعني جت هذه الفكرة، سألني خالد أنه إيش أفضل طريقة يعني في الرياض وأنت ابن البلد وكيف تستطيع، قلت له الموضوع دائما ردد، أنا كنت كثر ما كنت أردد هذه الكلمة حفظتها، قلت له بالنص أترك الموضوع عليه. وفعلا فكرت مباشرة، طبيعي أنها حتكون موضوع الاستراحة، أنه الاستراحة في الرياض هي المتنفس الأول والأهم للشباب الرياضي يعني. والأجمل من ذلك هو روح التعاون والألفة بين جميع الزملاء لخدمة زملائهم الآخرين دون تكلف أو تحفظ، لتبقى البطولة عنوانا رحبا واسعا للتلاحم الخليجي وبابا واسعا للوصول إلى أكبر شريحة عبر هذه البوابة بوجود عدد لا محدود من الإعلاميين. في هذه الاستراحة الإعلامية يجتمع الإعلاميين لنسيان ضغوطات الأمس من العمل اليومي. من استراحة الإعلاميين، أيمن بن محمد الفجراني، برنامج نبض الخليج.
بشرتني بن سعيد بخير الله يبشرك بالجنة تزهر قلوب الشعب نوير دامه بخير وضحك سنة قدره نعم في القلوب كبير والحب فرض له سنة له الولاء وصادق التعبير وارواحنا طوع يفدنا يامر وحنا جيوش نسير ما نبغي إلا حسن ظنه قابوس مثلهم حال يصير بالحكمة ربي مفضلنا إذن نتواصل معكم مشاهدين الكرام في نبض الخليج والدقائق الأخيرة من وقت هذه الحلقة وتابعنا قبل الفاصل طبعا تقرير حول استراحة الإعلاميين ذكرت أنه يعني مبادرة جميلة وأعتقد أيضا إضافة نتمنى أن تستمر إن شاء الله في البطولات القادمة هو يعني أنا أقول لك أخي حسين من الأشياء اللي شهدتها البطولة الحالية تغييرات كثيرة من ضمنها الاستراحة ومن ضمنها الفعاليات وهذه الاستراحة طبعا أتمنى أنها تتواجد خلال البطولات المقبلة كلها مو شرط فقط في بطولة الرياض أن توجد في البطولة المقبلة والتي يليها والتي يليها لأنها فعالية هي لا أنصح جزء من فعاليات البطولة وأصبحت ملتقى وأصبحت الكل يساهم فيها أصبح مكان ترفيهي اجتماعي جميل يعني كل من وجد الوقت المناسب له راح وجلس والتقى في الإعلام الخليجي من القطري إلى العماني إلى البحريني إلى السعودي إلى العراقي إلى اليمني الكويتي فكلنا التقينا مع بعض بالتالي حتى يعني بعيد عن جو العمل يعني بعيد عن جو العمل ونتبادل يمكن افكار وحديث يمكن احنا ما تجي في بالنا الا لما نجلس مع بعض بهدوء يكون في تبادل هذه الافكار انا في الصوره حقك نشكر القائمين عليه لا زميلنا الاستاذ خالد جاسم ولا زميلنا فهد الروقي على الفكر اللي هم يعني طرحت بالتالي تبلورت وشفنا شاهدنا على الواقع انا اتمنى حقيقه ان يكون في افكار ايضا في هالسياق من هالنوعيه في هالسياق على اساس انها تجمعنا احنا كامل بالضبط اكيد يعني احنا تكلمنا عن هذا الموضوع ونتكلم ايضا بشكل سريع بس عن مباراه الغد بين السعودية وقطر اليوم شفنا أخبار سعيدة من الأندية السعودية وبيانات مشتركة يعني لمؤازرة المنتخب السعودي نخسر أخبار سعيدة للبطولة لأن البطولة افتقدت ربما بشكل كبير للحضور الجماهيري اللي كان متوقع من الجمهور السعودي وأعتقد أن مثل هذه المبادرات إن شاء الله أنها تكون نتيجتها إيجابية على مستوى الحضور الجماهيري في المدرجات مؤكد هو السلبية الوحيدة اللي كانت يعني المتابعين والمسؤولين اللي حضروا للسعودية كانوا يتوقعون طبعا بالذات الحضور الجماهيري هم مسلمين فيه أنه سيتمتلي الملاعب كالعادة نعم كالعادة ولكن هم صعقوا أنه الملاعب السعودية المرة هذه ما كانت بالشكل اللي كانوا يعني يرغبونه ولكن الشيء هذا انعكس بشكل آخر أنه رؤساء الأندية وتحديدا يعني أكبر ناديين في المملكة النصر والهلال عملوا بيان مشترك رئيس الناديين البارح صدر البيان وطلع البيان وتم من خلاله أنه المطالبة بتوجيه روابط المشجعين لدعم المنتخب في نهائي الآن ما في مجال الآن النهائي خلاص هو أبرزها أعتقد بيان من نادي النصر نعم بيان من نادي النصر والهلال أيضا تغريدات من رؤساء بعض الأندية راح ترسل حافلات نعم بعيدة عن الرياض الاتحاد ورؤساء عفوا روابط جماهير ستحضر يعني في التفافة كبيرة حول الحضور لمباراة الغد ويكفي انها نهائي يعني ويكفي انه خلاص يعني هنا التتويج يعني صحيح. اذا المنتخب السعودي ما وقفت عليه جماهير معه في هاليوم صحيح. او في هالمباراة متى ستقف معه صحيح. تقف معه في مباراة يعني ودية ومباريات ما يكون لها تأثير هي مباراة نهائي اذا ما يكون يعني بصمة للجمهور السعودي واثبات انه صاحب قرار ويستطيع ان يغير مجرى المباراه
انا تصوري شيء يعني والمتابع يزعجنا احنا كاعلام سعودي في المقام الاول ما في شك. والمتابع لهذه المباراه ان شاء الله بكره ايضا يتمنى ان نشوف مباراه ممتعه بين الطرفين. يا ابو حسين انت يعني دائما انت اعلامي ورياضي وعارف انه حلاوه مباراه النهائي او حلاوه صح. النهائيات انه يكون كامل الملعب ممتلئ لما يكون كامل الملعب ممتلئ انت تستمتع ان شاء الله حتى الجمهور العنابي ايضا يكون موجود. نعم انا اقول لك الدعوه ككل يعني صحيح. لما تشاهد كل مثلا ساعة الاستاذ الملك فهد تصل لحدود 70,000 لما تشاهد انه 70,000 اكتظت بمدرجات الاستاذ الملك فهد انا اتصور هذا اكثر اكبر بعد جمالي اخر نعم واكبر مكسب لنهائي خليجي 22 ويعطي انطباع انه لا زالت الجماهير تطالب بالحضور وتثبت انها طولت ولكنها اكدت بحضورها في ولمسنا ايضا في الايام الماضيه بعض المطالبات لبعض وسائل الاعلام السعوديه فيما يتعلق بالهدوء نوعا ما اللي يمكن شفنا عاصفه من الانتقادات ضد المدرب لوبيز كارو مدرب المنتخب السعودي. هذا المدرب يعني مشى مع الفريق بشكل جيد. المنتخب السعودي الفريق الوحيد اللي حصل 7 نقاط في الدور الاول. في الدور نصف النهائي فاز على حامل اللقب في مباراة قوية قدم فيها المنتخب السعودي نفسه بشكل إيجابي. بقيت المباراة النهائية لكن مع هذا الانتقادات كانت مستمرة للمدرب. وشوف أنا أي مدرب له سلبيات وإيجابيات. المدرب له أخطاء. سيد لوبيز لا شك أن عنده أخطاء وعنده سلبية معينة في بعض الأشياء ولكن هذا لا يجعلنا يعني نسلط الضوء او نسنس يعني انا احد الاعلاميين عفوا اسامه احد الاعلاميين السعوديين اليوم تابعت الحوار اليوم في احد وسائل الاعلام يقول بان لوبيز انتصر على وسائل الاعلام السعوديه على الاعلام السعودي بعد العاصفه الكبيره من الانتقادات الشديده يصل الى انا هو اليوم مؤهل للحصول على لقب البطوله. انا بتصور انه سيد لوبيز كاد يرتكب خطا امام منتخب الامارات يعني اخراجك نجم بحجم نواف العابد اللي كان لها البصمه الاساسيه في المباراه بالذات مباراه الامارات وتخرج وانت متبقي عليك 20 دقيقه او اقل من ذلك وفي سبيل انك يعني اذا انت رحت منتخب الامارات منتخب الامارات كان عنده عبء اللي هو نواف العابد لما اخرجت نواف العابد اصبح مجال انه يتحرك المنتخب الاماراتي الدفاع يترك فانت ارتكبت خطا يعني لولا انه سالم الدوسي انقذ الخطا انه سجل كان عنده عليك اشكاليه بالضبط. انا بتصور انه سيد لوبيزاني من نهايه مباراه الامارات الى مباراه الغد يفترض ان يكون هناك دعم له طيب. ليش؟ لانه في النهايه المنتخب السعودي يعني الرغبه الاساسيه هو تحقيق الهدف ندعمها الان وبعد ما تنتهي البطوله بكل حال لكل حال ان شاء الله. طيب عموما احنا وقفتنا الاخيره مع الزميل محمود تبوك. محمود عودة إليك من جديد. حسين هذه المرة مع أحد الجماهير التي دائما تشجع المنتخب اليمن السعيد الذي حقق رقما في هذه البطولة والمرة الأولى حقق طبعا نقطتين تعادلين كان المنتخب الصعب الذي يغلب يعني حتى المنتخبات اللي هي كانت متوقعة أن تفوز على المنتخب اليمن كان رقما صعبا على الجميع. أحد الجماهير علي عبيد حياك الله معنا علي عبد الله أعطيك العافية. منتخب اليمني وقفتم معه ولكن ما اخذ الجمهور اليمني اللي حاضر معه وكان اكبر عدد من الجمهور اليمنيه الجماهير اللي حضرت اليمنيه اللي هي طبعا في المدرجات. احنا حضرنا نشجع المنتخب اليمني ولعب هو لعب يعني ها ما كنا متوقعين منه الكلام ده بس الحمد لله الايام الجايه يكون احسن. متفائلين بالمنتخب على السريع؟ ايش؟ متفائلين بالمنتخب ان شاء الله باذن الله السنين الجايه بتبين. يعطيك العافية واستقبل ضيوفك يوصلون بالسلامة ضيوفك شكرا شكرا لك. إذا حسين انتهت اليوم جولتنا أكيد في وقفاتنا المختلفة هنا في بهو الفندق في ماريوت الرياض. أكيد لنا غدا جمل كثيرة ومحضرين أشياء كثيرة لجمهورنا ومتابع برنامجنا نبض الخليج. أكيد توقعاتي أنا اليوم حسين قبل لا تتوقع أنت إن شاء الله منتخبنا راح يفوز 2-1. إليك حسين ان شاء الله. شكرا لك محمود. توقعاتك ولا تمنياتك ما اعرف صراحه لكن اللي تبغيها ترى هي تمنيات وخل دائما تفعلين بالاحمر ان شاء الله يقدم كره طيب يفوز 2 ان شاء الله. نتمنى لمنتخبنا ان شاء الله التوفيق اكيد. شكرا لك محمود لليوم وبكره ان شاء الله نشوفك من جديد سواء في فندق الماريوت او في موقع اخر باذن الله. نحن متواصلين اكيد. ومحمود ترى من هواه الاكلات السعوديه وهذا التقرير اللي عمله عن الاكلات السعوديه في تشابه طبعا بين الاكلات السعوديه والخليجيه تقريبا هي واحده لكن هذا التقرير نال استحسان البعض اللي يطالبون ايضا باعاده يعني بث التقرير. نتابع هذا التقرير في وقفتنا الاخيره في حلقه اليوم من نبض الخليج.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. اليوم راح نروح مكان انا اعتبره بالنسبه لي حلو، مطعم تراثي على اصاله النجد، مطاعم قديمه، اكلات شعبيه قديمه اكثر من 100 سنه، وما زالت هناك اشياء كثيره راح تتعرفون عليها داخل هذا المطعم، مطعم القريه النجديه، تاريخ وتراث جميل في الرياض. خليكم معنا نشوف تفاصيل هذه الجوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حيهم. يا مرحبا. حي الله بأهل عمان. حياهم الله. حياهم الله. كيف الحال؟ يا مرحبا. يا مرحبا استريح. حياهم الله. حياك الله. ايش الأخبار؟ قهوة يا سراج. عساكم طيبين. يا مرحبا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. كيف الحال؟ عساكم نعم. الله يحييك. يا مرحبا بكم. يا أهلا والله وسهلا. حيا الله العمان في الرياض. حياك الله. أهلا والله وسهلا، بس بدون الكاس إن شاء الله. لا الكاس ويانا، ترى احنا جايين بس الفتره هذه وان شاء الله الحديث هذا يطول فيه. بناخذ الكاس معنا. التراث السعودي، تراث نجدي، تراث جميل. للمعلوميه ترى هذا التراث الحقيقي لنجد قبل 100 سنه او 150 سنه، يعني اللي لحقت على بعض يعني شواهده في احياء الرياض القديمه يمثل الرياض الحقيقيه، هالمطعم هذا او هالمكان هذا، بادوات الاكل، بالتصميم، بالسقف حقه، حتى بالكمار المكان القهوه، بالقطعه الاثاث اللي هنا، بالاواني المنزليه، بالزير. زوايا المطعم حبيبنا موجود اللي قال كاس عمان ان شاء الله. لا 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 تتكلم في الرياض، رجع الخاص لانك تستفزني بحاجه. هذا كاس، الكاس بالذات، الكاس هذه ما يعني الحقيقه انا اتفاعل معها ترى، لذلك جذب لها من الحوار هذا، الله يرضى عليك. المطعم ايش يحتوي بعد؟ يحتوي والله اشياء جيده الحقيقه. اعطني زواياه. هذه مثلا تسمى هذه القهوه. القهوه وبعدين بقيه تعتبر يعني مثل يسمونها المقتنيات الموجوده اللي هناك، العرض المقتنيات الموجوده، التاريخ والتراث. اي موجود هناك طعامك الساعات القديمه اللي يسمونها منون في نجد، ساعه ام صليب اللي كانت اغلى ساعه، تعادل الرولكس والباتيك فليب الان في عهدنا الحديث. اي وفي طعامك الحقيقه ادوات منزليه قديمه تعتبر من التراث، الان صارت من الانتيك لان فعلا مرر عليها اكثر من 100 سنه بعضها، يعتبر انتيك الحقيقه. مشاهدينا الكرام اكيد راح تكون لنا جوله في المطعم، فجميل مطعم القريه النجديه يحتوي على اشياء جدا رائعه. خلينا نشوف الصور، اكيد بتعجبكم وكل من يتابع معنا هذا التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله. شو الأخبار؟ عساكم طيبين. يا مرحبا. شو الأخبار؟ عساكم نعم مستير. يا مرحبا بكم. قرية جديدة. إخواننا طبعا من الكويت شدهم المطعم مثل ما عجبنا نحن، وكاميرتنا توجهت لهذا المكان. عجبكم المطعم؟ إيه ما شاء الله، التصميم حلو، تراثي ما تراثي كذي. حلو. مثل بالكويت. والله في منه، بس هذا تصميمه حلو احلى يعني. شو اللي عجبك فيه؟ البنيان القديم. ولا
جولتنا انتهت اكيد راح تنتهي بعد الوجبه الدسمه هذه من كل الماكولات. ما عليكم الا تزورون القريه النجديه هنا بالرياض، صراحه المكان واكله بعد ما ذوقناه بس شكله حلو ما يفوتكم. سلام. شكرا محمود على هذا التقرير الجميل. اللي يقول لك محمود في البداية أنا صراحة مكان عجبني لازم يعجبك، مكان فيه أشياء حلوة ومكان جميل أكيد. لا حقيقة القرية النجدية من الأماكن الجميلة حقي في الرياض وعليها إقبال يعني، لكن زحمة دائما دائما زحمة، لازم تحتاج إلى حجز. حتى أنه أخي حسين ليست مثل على يعني أهل البلد، لا حتى في البعثات الدبلوماسيه يجون يحضرون، بعض الدول الحكوميه بعض الوزارات تجي تعمل حجوزات في نفس المكان هذا. المكان هذا جميل جدا ويقدم لك الاكل الشعبي السعودي البحت يعني. البحت وهو اصلا مكان تراثي في نعم أصلاً. مكان تراثي جميل جدا. نعم نحن سعدنا بوجودك معنا الاخي سام اليوم، ونحن يعني اكيد نتمنى التوفيق للجميع في نهايه هذه البطوله، وان شاء الله تكون الامور تسير على ما يرام في اليومين الأخيرين إن شاء الله، ونبارك للفاز ونقول هاردك للخاسر. أنا حقيقة أشكركم يعني وجود يعني دعوتكم لي وحضوري معكم في هالبرنامج اللي حقيقة استمتعنا فيه طوال الدورة. أيضا أتقدم بالتهاني لكل أبناء السلطنة على اليوم الوطني، وعلى يعني رأسهم السلطان قابوس حفظه الله لنا إن شاء الله ورجع سالم معافى إن شاء الله. أيضا أشكركم على تواجدكم معنا وضيافتكم هالأسبوعية اللي أنتم كنتم فيها، يعني أنتم أهل الدار في أكيد فيها أكيد. عندنا أتمنى مثل ما تفضلت أن يكون آخر يومين إن شاء الله ختام مميز لخليجي 22. طبعا الامان انه احنا نكون المنتخب السعودي هو بطل لهذه البطوله، ولكن ايضا لو راح يعني حصل على المنتخب القطري الشقه القطريين لن نزعل، لانه ايضا احنا ابناء شعب واحد. من يحصل أكيد. او من يحقق هذا اللقب هو كانه حقق المنتخب الثاني. كل التوفيق لكم والشكر لكم مره ثانيه. شكرا لك زميل اسامه النعيمه الصحفي طبعا اللي كان متواجد معنا في حلقه اليوم، ونحن طبعا نشكركم مشاهدينا الكرام. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، بدوننا ايضا نتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني في ظهوره الاخير في خليج 22 هذا المساء بمواجهه شقيقه منتخب الامارات على المركز الثالث، وان شاء الله انها تكون مباراه جميله وممتعه بعيدا عن ضغوط وحسبه البطوله، ونتمنى بلا شك طبعا ان يحقق فيها الاحمر الفوز ان شاء الله لبدايه مشوار اخر قادم باذن الله في بطوله قاريه قادمه. ونحن نشكركم على المتابعه، غدا باذن الله الاطلاله الاخيره لنبض الخليج من مدينه الرياض، وانتظرونا طبعا في نفس الموعد. في الختام هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل بقياده المخرج بدر المعشري، في امان الله.